السلام عليكم، معكم ابراهيم احمد، رياضي المنتخب الوطني الجزائري. الحمد لله تحصلت على المرتبة الأولى كبطل العالم، ميدالية ذهبية في اختصاص سوبميسيون. الحمد لله تعبنا ما راحش باطل هكاك، نهدي هذا التتويج لشهدائنا بمناسبة أول نوفمبر. نشكر المدربين تاعنا اللي راهم ثاني واقفين معنا وتعبوا معنا، وبالأخص الفيدرالية تاعنا اللي ما خلاتناش خلاص، وبالبزاف نشكروهم والحمد لله رب العالمين، والقادم أفضل إن شاء الله. السلام عليكم، معكم ديتوبة ملك، رياضية النخبة في رياضة الكامبو. تحصلت على ميداليتين فضيتين في اختصاص الكاتا افيك ارمي سون زارم، بسلاح وبدون سلاح، في البطولة العالمية التي يتم اجراها في تركيا انطاليا حاليا. نهدي الفوز تاعي الى كل الجزائريين، الى كل شهداء الابرار بمناسبه اول نوفمبر. واهدي ايضا الفوز تاعي للفيدراليه الجزائريه للكامبو والوزاره شباب الرياضه على ما قامت به وبمساعدتها لرياضه الكامبو، وشكرا. السلام عليكم، معكم عثماني صوفيا، رياضيه نخبه في المنتخب الجزائري للكامبو، متحصله على ميداليه ذهبيه اختصاص سوميسيون الحمد لله. نهدي الميدالية الذهبية لجميع الشعب الجزائري، جميع اللي كانوا معنا وعاونونا، لافامي تاعي، وإن شاء الله نزيدوا نفرحوكم بخير. السلام عليكم، معكم صافي عبد الرزاق، متحصل على ميدالية ذهبية سوبميسيون الحمد لله. نهدي هذا الفوز لجميع الأصدقاء، الشيخ تاعي وجميع الجزائريين إن شاء الله. بارك الله فيكم ويعطيكم الصحة. بسم الله، السلام عليكم، حمل نجم الدين، متحصل على ميدالية ذهبية عالمية في اختصاص سومي كامبو، ممثل للمنتخب الوطني الجزائري، ونهديو الميدالية هذه للشعب الجزائري، والحمد لله يا ربي فرحنا الجزائر وطلعنا العلام الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم، معكم رياضية أحاشي دانيا، رياضية في المنتخب الوطني للكامبو، تحصلت على المرتبة الأولى اختصاص سومي كامبو. نهدي هذه الميدالية لكل الشعب الجزائري.